طيب يعطيكم ألف عافية جميعا. اليوم إن شاء الله بدنا نكمل على موضوع الـ NAPSAC problem، وبدنا ناخذ الكيس الآخر منها اللي هو 01 NAPSAC. بمحاضرة بالمحاضرة السابقة إذا بتذكروا حكينا عن الـ fractional NAPSAC problem، وحكينا عن المشكلة هي ككل إنها هي optimization problem، وأخذنا من خلالها وفهمنا الجريدي algorithms design paradigm أو design technique. لاحظنا بالمحاضرة السابقة إنه الجريدي algorithm design technique ما قدر، أو الجريدي choice خلينا نحكي اللي افترضنا إنه نأخذ نختار ال item with the maximum value pair weight ونرتب البقية برضو حسب ال value تبعها. لاحظنا إنه نجح في ال fractional لما كان مسموح إن نأخذ نسب من هاي الايتيمز، ولكن لم ينجح في ال 01 NAPSAC. فبالتالي بما إنها optimization problem بدي أفكر بديزاين تكنيك آخر حل لي هاي المشكلة. طيب بما إن إحنا بنحكي عن optimization problems، وحسب ما تعلمنا حكينا إنه في recursion وفي dynamic programming برضو، في حالة توفر شرط معين بالrecursion بقدر أستخدمهم لحل مشكلة ال optimization. واضح؟ فبالتالي بدنا نفكر بهاي الحلول، بدنا نفكر بهاي الحلول. طبعا الفرق بين ال 01 والفراكشنال زي ما حكينا المرة الماضية انه انا بال 01 ما بقدر اخذ نسبة من الايتم، اما باخذه واما ما باخذه، يعني النسبة اما صفر واما 100% او 100% او واحد يعني. فلاحظوا نفس الشروط ونفس الهدف اللي لازم يتحقق. اول شيء مجموع الايتمز، مجموع اوزانها، مجموع اوزان الايتمز اللي بدي اخذها مش لازم يتجاوز الوزن الكلي اللي مسموح عندي اللي هو وزن الحقيبه اللي عندي، ومجموع القيم تبعت هاي الايتمز لازم يكون هو الماكسيمم، لازم يكون هو الماكسيمم. اذا متذكرين هذا المثال اللي اخذناه المره الماضيه وحكينا في حاله الزيرو والنابساك اذا برتبهم حسب الاعلى قيمه بير ويت وباخذ بدايه من كل واحد وبصير انتقل زي ما تعلمنا زي ما اخذنا بالجريدي بالجريدي الجوريزمز بالفراكشنال نابساك ما زبط معنا هذا الشيء. لاحظوا عشان اعطانا $160 بالمقابل في حلول اخرى بتعطيني 220، وبالتالي اذا الجريدي تشويس فشل، الجريدي تشويس فشل، وبالتالي بدي افكر بحل اخر. الحل الاخر اللي بدي افكر فيه زي ما حكيتوا بما انه اوبتمايزيشن بروبلم من نفكر بريكيرجن، وبعدين اذا تحقق موضوع الديبندنسي شرط الديبندنسي ممكن نفكر بالدايناميك بروجرامينج. طيب هلا يا جماعه بما اني بدي ابلش، ودائما لما نحكي عن دايناميك بروجرامينج بفضل ان نبدا ب ريكيرجن مشان الموضوع يكون مفهوم بشكل اكبر، وبعدين نشوف هل شرط الديبندنسي بتحقق، اذا تحقق بنروح لدايناميك بروجرامينج. طيب انا المشكله بنعيدها مره ثانيه، انا عندك انت مجموعه من الايتيمز وبدك تحدد مين الايتيمز اللي بدك تاخذهم مشان تحقق الماكسيمم بروفيت، اعلى قيمه، اعلى قيمه من هذول الايتيمز، من بيع هذول الايتيمز اللي بدك تاخذهم. لاحظوا يا جماعه اذا احنا بنفكر بريكيرجن اول شيء بدنا نفكر فيه هو البيس كيس، البيس كيس. طيب والشغله الثانيه اللي بنفكر فيها ايش البارامترز اللي بدي اخذه الفانكشن الريكيرسيف فانكشن هذا. بالنسبه للبيس كيس، بالنسبه للبيس كيس لاحظوا انا الشيء اللي بدي ارجع لي الفانكشن هو الماكسيمم بروفيت، هو القيمه، والقيمة اللي بقدر أحصلها من هذول الايتمز اللي بدي أخذهم. طيب إذا الماكسيم بروفيت اللي بدي ترمز للفاليو، لاحظوا أنت موجود عندك فعليا مجموعة من الايتمز، كل ايتم منهم عندك قيمته وعندك وزنه، بالإضافة لوزن النابساك الكلي اللي موجود عندك. طيب أنا دائما بحكي هذا المثال، بنبلش بالبيس كيس، بنبلش نبدأ بالبيس كيس. ايش البيس كيس في حالتنا هاي؟ لاحظوا يا جماعه البيس كيس بده يكون شيء موحد لكل بغض النظر عن الفاليوز او البارامترز او الارجيومنتس اللي معطيه لهذا الفانكشن. لاحظوا اذا انا ما في عندي ايتمز او لم يتبقى ايتمز او ما في عندي ايتمز، يعني واحد فايت على محل بده ياخذه بده يسرقه، و في معاه شاحنة بده يعبي فيها هاي الأغراض، دخل على المحل لقى والله إنه المحل مبيوع أو انتقل إلى مكان آخر. لاحظوا هون ما فيش عندك آيتمز بالمحل،
اذا هل بتقدر تاخذ شيء؟ لا. اذا ايش الماكسيمم بروفيت بالحاله هاي؟ بتكون صفر. اذا هذا بيس كيس صفر، لما لا يتبقى ايتمز او لما ما يكون من الاساس في عندك ايتمز. الشغله الثانيه انه بنفس الطريقه انت والله معك بكم برا بستنى، دخلت على مكان معين، دخلت على محل معين، او بدك تاخذ الايتمز اللي موجوده، يعني الايتمز اللي بتعطيك اكبر قيمه ممكنه. اجى لسبب ما البكم اللي معك او الشاحنه تحركت، اضطرت انها تروح. طب هل انت بنفس الطريقه هل بتقدر تاخذ انت اي ايتم؟ لا. اذا برضو لما يكون الدبليو اللي هو الوزن النافساك او الوزن المتبقي او من الاساس يكون صفر الوزن المسموح لك، فبالتالي هذولا هم البيس كيس لهاي المساله. لما ان عدد الايتمز يكون صفر، او لما الدبليو اللي هو النافساك يكون برضو وزنها صفر. طيب هلا انت بدك تفكر، قلنا بحل الريكيرجن، قلنا لما الريكيرجن بما انه الريكيرجن فانكشن كولينج اتسيلف اون سمولر انبوت سايز، دائما ببدا بالايتم، خلينا نحكي اللي بعدين الاخير مشان وبحدد بعدين. طب لاحظوا انا مثلا عندي 5 ايتمز، عندي 5 ايتمز والنافساك اللي موجوده معي الوزن المسموح لي يعني هو 10. انا بفترض اني انا واقف عند ايتم الاخير اللي هو ايتم 5. ايتم 5 هلا شو الخيارات المطروحه إيه قدامي؟ يا اما اخذه تيكن او لا اخذه، يعني اللي هو او اتركه، يعني اللي هو النوت تيكن، خيار النوت تيكن غير المأخوذ. مين اللي بيحدد اني اخذه ولا ما اخذه؟ اللي بعطيني القيمه الاكبر، اللي بعطيني القيمه الاكبر. اذا هذا الفرق بين تيكن والنوت تيكن. لاحظوا في حال انه اخذ، طب لاحظوا خيار التيكن اني بدي اخذه، لاحظوا هل دائما بيكون مطروح او مسموح؟ لا. ليش؟ عشان ممكن الوزن المتبقي عندي، الوزن المتبقي عندي يكون اقل من وزن الايتم اللي انا واقف عنده، فبالتالي هون خيار التيكن مش لازم، مش مش ما بقدر يكون مطروح، لازم اروح لخيار النت تيكن. شو خيار النت تيكن؟ يعني اني اتركه وانتقل للايتمز اللي بعده، انتقل للايتمز اللي بعده. لاحظوا باختصار اذا بدي امثل هذا الفانكشن بدي اسميه بي نسبه او للبروفيت. لاحظوا هذا بدي اخذ تو بارامترز، واحد برمز للايتمز وواحد برمز لايش؟ للويت، للنفسك الوزن المتبقي. اذا هذا هو the maximum profit that can be obtained from items 1 to i if the knapsack has size w. لاحظوا هذول التو كيسز اللي حكيت لكم عنهم، اما تيكن اخذه واما اتركه اللي هو كيس 2. في حاله بدك تاخذه، في حاله بدك تاخذه البي اي دبليو هاي شو بدها تساوي؟ قيمه هذا الايتم اللي انت عنده في اي زائد الماكسيمم بروفيت اللي بتقدر تاخذه من الايتمز اللي ظلت. طب شو الايتمز اللي ظلت؟ بي اي ناقص 1، هي بدك تنتقل للايتم اللي بعده، والدبليو اللي كانت عندك شو بده يصير فيها؟ بدها تنقص بمقدار وزن الايتم اللي انت اخذته. يعني انا عندي النابساك وزنها بتحت او بتقدر تاخذ 20 كيلو مثلا، وعندك 5 ايتمز، ايتم 5 مثلا بدك تاخذه، ايتم 5 وزنه 5 كيلو. لاحظوا اذا راح يكون شو الماكسيم بروفيت اللي بصير عندك؟ ثمن هذا الايتم اللي هو في اي زائد الماكسيم بروفيت اللي بتقدر تاخذه من الايتمز اللي ظلوا اللي هم بي 4 اي ناقص 1 اللي هي كنت عند 5 صارت 4، والدبليو كانت عندك 20 بس حطيت فيها انت 5، اذا شو صار؟ الوزن المتبقي عندك صار 15. فهاي بالنسبة لخيار التيكن. لاحظوا بخيار التيكن انت دائما بتنتقل للايتمز اللي اقل، اللي بعد الايتم اللي انت عنده، والدبليو بدها تتغير، بدها تنقص بمقدار وزن الايتم اللي انت اخذته. طيب خيار النت تيكن يا جماعة ايش بيساوي؟ بيساوي بي الاي ناقص 1 دبليو. طيب بي الاي دبليو اذا بيساوي بي الاي ناقص 1 دبليو، ليش بي الاي ناقص 1 دبليو؟ عشانك انت قررت انك تتركه، ولكن انت تركته ما اخذته،
اذا لاحظوا الفاليو القيمه ما زدت عليها شيء، ما تغيرت. انت هلا بدك تروح تشوف شو الماكسيموم اللي بتقدر تاخده من الايتمز اللي تبقوا. اذا بدك تنتقل للايتمز اللي بعده اللي هو بي اي ناقص 1، و الدبليو لاحظوا لم تتغير، بقيت كما هي عشان ما اخذت الايتم، فبالتالي وزن نفسك ما زال كما هو. ف هاي يا جماعه هذا خيار، هذا اذا بنحكي عن الريكيرجن، هذا الريكيرجن اف ان ايكوال ايكوال 0 اور دبليو ايكوال ايكوال 0 ريتيرن 0، ايلس بدنا ناخذ الماكسيمم بين هذا وهذا باختصار. طيب هلا لاحظوا اذا اجينا للكومبلكسيتي لهذا الكيس، وزي ما علمتكم بالامثله السابقه ان نرسم ريكيرجن تري، لاحظوا الكومبلكسيتي يا جماعه بكل مره انا بدي احسب شغلتين، بدي احسب قيمتين. فكل ببلش بروت اللي هو بي اي دبليو راح يستدعي لي هاي وراح يستدعي لي هاي، وبنفس الطريقه هاي راح تستدعي لي تو تشيلدرن راح يكون لها وهاي تو تشيلدرن وهكذا. والهايت لهاي التري راح يكون ايش؟ طول التري راح يكون ان، عشان كل مره قاعد بطرح من الان واحد. فببلش ب مثلا عندي 5 ايتمز عبين ما اوصل للصفر، فاذا طول التري راح يكون ان. اذا الكومبلكسيتي شو راح تكون بهذا الخيار اللي هو خيار ريكيرجن 2 تو ذا باور ان، 2 تو ذا باور ان. لاحظوا اذا هذا اكسبوننشال وهو سيء جدا. بنروح بنفكر بايش؟ بطريقه ثانيه، بس بعد اذنكم ثانيه. طيب يا جماعه اذا زي ما حكينا الكومبلكسيتي بالنسبه لهذا الريكيرجن راح تكون 2 تو ذا باور ان، وهي اكسبوننشال وهي سيئه جدا. هلا اذا اجينا فكرنا ب الدايناميك بروجرامينج، حكينا ان مشان نحل او نحول الريكيرجن لدايناميك بروجرامينج لازم يتوفر عنا شرط معين بالريكيرجن، انه في عندك ريدندنت يوزز كولز او سب بروبلم شير سب سب بروبلم. لاحظوا يا جماعة إذا أخذت أنت هنا بدك تحقق هل في شيرينج ولا ما في شيرينج؟ وبمثالنا هذا أكيد في شيرينج، أكيد في شيرينج. لو أنت مثلا عند P45 على فرض أنه يعني أنت عند آيتم 4 والوزن المتبقي عندك 5، وعلى فرض أنه آيتم 4 وزنه 1، على فرض أنه آيتم 4 وزنه 1، خيار التيكن إله شو راح يكون؟ الـ P45 راح تستدعي لك P3 والدبليو اللي هي 5 ناقص 1 اللي هو وزن الايتم 4، اذا P3 4. اذا لاحظوا P4 5 استدعت P3 4. بنفس الطريقه مشكله ثانيه لو عندك السب بروبلم P4 4، خيار النت تيكن لها شو راح يكون؟ P3 4. الاي ناقصها 1 راح تصير 3، الدبليو تبقى كما هي اللي هي 4. إذا لاحظوا P45 وP44 استدعوا لي نفس الصب بروبلم اللي هي P34. لاحظوا من طبعا في أمثلة عديدة على هذا الشيء. إذا لاحظوا إنه يعني أو باختصار بقدر أحكي إنه PIW ناقص WI أو PI ناقص 1 W الثنتين ممكن، أو PIW PI W ناقص W ال I الثنتين ممكن راح يستدعوا لي P I ناقص 1 W ناقص W ال I. إذا الديبندنسي موجودة عندي هون، الديبندنسي موجودة. كمان مرة بعيد موضوع الديبندنسي، عند P I W ناقص W ال I و P I W الثنتين ممكن يستدعوا لي P I ناقص 1 W ناقص W ال I، زي المثال اللي أعطيتك إياه هلا P35 و P45 و P44 الثنتين ممكن يستدعوا لك P34. فبما انه الديبندنسي شرط الديبندنسي توافر، اذا بقدر احل هذا السؤال باستخدام الدايناميك بروجرامينج.
الدايناميك بروجرامينج يا جماعه حكينا باختصار انه الدايمنشنز للتيبل اللي بدي ابنيها يعتمد على عدد البارامترز اللي موجود. فهون عدد البارامترز 2، اذا التيبل اللي بدي ابنيها راح تكون تتكون من 2 دايمنشنز. دايمنشن بيمثل الروز ويمثل عدد الايتمز، والدايمنشن الاخر اللي بيمثل الاعمده او الكولمز يمثل برضه الويت، الوزن تبع النابساك اللي موجود عندي. فلاحظوا اذا انا اعطيتك والله مشكله بالطريقه الاتيه، زي هون عندك انت مثلا اعطيتك 4 ايتمز، كل ايتم اعطيتك الويت والفاليو له، واعطيتك الوزن الكلي للنابساك اللي موجود عندك هو 5. اول شيء بتعمله بدك تبني التيبل. التيبل بدايه عدد الروز راح يكون بيساوي عدد الايتمز زائد 1. ليش زائد 1؟ مشان الصفر اللي هي تمثل البيس كيس بالريكيرجن. وبنفس الطريقه عدد الكولمز بده يساوي الوزن النابساك اللي موجود عندك زائد 1 للصفر اللي هي بتمثل البيس كيس برضه بالريكيرجن. فلاحظ صار عندك هنا لمشكله زي هيك، عندك 4 ايتمز اذا راح يكون في عندك 5 روز من 0 ل 4، وعندك 6 كولمز من 0 للوزن الكلي للنابساك اللي هو 5. وبالتالي بده يكون عندك طبعا 6 كولمز. طيب كيف بدي اعبي هاي التيبل؟ جائز اني اعبيها رورو وبرضه جائز اني اعبيها كولم كولم، لانه كل سيل احنا لاحظوا هون بنحكي عن دايناميك بروجرامينج، يعني بوتوم اب سولوشن. شو يعني بوتوم اب؟ يعني المشكله انكريزز ان سايز، وكل مشكله تعتمد على سب بروبلمز اوريدي حليناها، انحلت اوريدي. فلاحظوا سواء انت حليت رو باي رو فروم ليفت تو رايت يعني، او كولم باي كولم فروم توب تو داون، راح السب بروبلم اللي انت واقف عندها راح تعتمد على مشاكل او سب بروبلمز انت حليتها اوريدي. لاحظوا اي سيل اي سب بروبلم بدك تحسبها راح تعتمد اما على القيمه اللي فوقيها مباشره، وهذا راح يكون خيار ال not taken. ليش خيار ال not taken؟ عشان لاحظوا القيمة هاي انه معناته الدبليو لم تتغير، الدبليو ما زالت كما هي، فبالتالي هذا هو بيكون خيار ال not taken. ولكن الاي دائما احنا سواء بخيار ال taken او ال not taken، الاي بتصير اي ناقص واحد، يعني الصب بروبلم اللي بتعتمد عليها هي ال p اي ناقص واحد. هلا الدبليو ممكن تبقى كما هي وبيكون هذا خيار ال not taken، او تصير W ناقص W الاي في خيار التيكن. لاحظوا اذا W بدها تنقص بمقدار وزن الايتم اللي بدك تاخده، فبالتالي بيكون ساعتها دياجونال السهم، عشان بيعتمد على سب بروبلم راح تكون بنسميها توب ليفت للسب بروبلم، توب ليفت. لاحظوا توب ليفت للسب بروبلم اللي انا بدي عندها، اللي انا عندها او اللي بدي احسبها. في حالة الترك أو النت تيكن لا، بيكون فيرتيكال السهم، عشان نلاحظوا الدبليو لم تتغير، أنا ما أخذت الايتم وبالتالي الوزن المسموح بقي كما هو. لاحظوا يا جماعة الكومبلكسيتي قديش قدرت أحسنها أنا بالدايناميك بروجرامينج، كانت 2 to the power n، قديش هون صارت n في w، n في دبليو هاي الكومبلكسيتي. لاحظوا يعني احنا بنحكي عن شيء شبيه بالكوادراتيك التربيعي مقارنه مع اكسبوننشال. طبعا هون بنكون ايش؟ احنا حسنا المشكله بشكل كبير جدا. طيب هلا كيف بدي احل السؤال انا؟ نيجي لحل السؤال. انا اعطيتك مجموعه من الايتمز واعطيتك الوزن الكلي وحكيت لك شو الماكسيمم بروفيت اللي بنقدر نحصله من هذول الايتمز. طبعا ممكن عدد الايتمز يكون يزيد، ممكن يكون 6 7 8 وهكذا، واعطيتك الوزن الكلي للنابساك. انت مباشره حكيت لك بتبني التيبل، عدد الروز بيساوي حكينا عدد الايتم زائد 1، عدد الكولمز بيساوي وزن النابساك زائد 1، بترقمهم بالطريقه هاي. اول رو اول كولم بيكونوا قيمتهم صفر، وتبدا بالرو الثاني فروم ليفت تو رايت. اذا هاي اول سيل بدك تبدا فيها اللي هي P11. بكل سب بروبلم بدك توجد خيار التيكن وخيار النوت تيكن. هذا خيار التيكن وهذا خيار النت تيكن. لاحظوا خيار التيكن مش دائما بيكون مسموع عندي. ليش؟ عشان انه احيانا الايتم اللي انا بكون عنده ممكن يكون الوزن تبعه اكبر من الوزن المسموح المتبقي. يعني لما زي البي 11، البي 11 شو معناها؟
انا عند ايتم 1 والوزن المتبقي المسموح هو 1، طيب ايتم 1 وزنه 2، هل بقدر اخذه؟ ما بقدر اخذه عشان الوزن المتبقي 2، وحكينا هاي مشكله 0-1، اما بتاخذه واما ما بتاخذه. فبالتالي هون اجباري لبي 1-1 ما في عندي خيار مطروح الا خيار النوت تيكن اللي هو بي اي ناقص 1 دبليو، اللي هو بالنسبه لبي 1-1 راح يكون بي 0-1. طب بي 0-1 اوريدي بكون حسبتها اللي هي ايش قيمتها؟ صفر. فبالتالي بي 1-1 بدها تساوي بي 0-1 وتساوي 0. لاحظ بتيجي بتحط 0 وبتودي سهم على ايش؟ على الصب بروبلم اللي انت استدعيتها مشان تحسب هاي المشكله. فلاحظوا بي 1-1 اعتمدت على ايش؟ على بي 0-1، فبالتالي بودي سهم منها للبي 0-1، وزي ما حكينا انه خيار النت تيكن السهم بيكون ماله؟ بيكون عمودي، بيكون عمودي. طيب ننتقل مثلا لقيمه هاي زي ال 22، كيف حسبناها؟ طبعا بنكون حسبنا الرول اول كامل وبلشنا من هون ووصلنا ل 22. لاحظوا هاي القيمه اللي هي بي 2-3، هاي القيمه هي بي 2-3، بدنا نشوف كيف اوجدنا ال 22 هاي وكيف السهم طلع دياجونال. بي 2-3 بدنا نوجد لها خيار التيكن وخيار النت تيكن، بعدين ناخذ الماكسيمم بيناتهم. بي 2-3 يعني انا عند ايتم 2 والوزن المتبقي المسموح هو 3، هو 3. طيب لاحظوا ايتم 2 وزنه 1 والوزن المتبقي عندي 3، اذا بقدر اخذه، خيار التيكن مطروح يعني بتقدر تستخدمه. طب شو خيار التيكن بحكي لك؟ في الاي اللي هي قيمه ايتم 2 اللي هي 10 زائد بي الاي ناقص 1 دبليو ناقص دبليو الاي. بي الاي ناقص 1 اللي هي بي الواحد، 2 ناقص 1 1. طب الدبليو ناقص دبليو الاي، الدبليو كانت عندك 3، بدك تطرح منها وزن ايتم 2 عشانك اخذته على فرض يعني، فثلاث ناقص واحد اثنين، اذا شو صارت عندك هاي؟ 10 زائد بي 1-2. طب بي 1-2 هايها وين؟ شو قيمتها؟ هايها بي 1-2 قيمتها 12، اذا 10 زائد 12 تساوي 22. طب هل انتهينا؟ لا، لازم نحسب خيار النت تيكن وبعدين ناخذ الماكسيموم بيناتهم الاثنين. طب شو خيار النت تيكن؟ لاحظوا خيار التيكن قيمته 22، خيار النت تيكن بي اي ناقص 1 دبليو. شو البي اي ناقص 1 دبليو بالنسبه لبي 2-3 اللي هي بي 1 هاي الاي 2 ناقص 1 1 والدبليو تبقت كما هي اللي هي 3. بي 1-3 ايش قيمتها؟ 12، سوري اي 12 مضبوط. طب مين اكبر 22 ولا 12؟ 22. اذا باجي بحط 22 هون، ولاحظوا بما انه خيار التيكن اذا السهم راح يكون دياجونال للقيمه اللي استدعيتها اللي هي P12 بمثالنا هذا P12. نستمر على هذا المنوال عبين ما نوصل لآخر هي P45. هاي P45 إذا رحنا خلينا نجرب نحسبها ونحلها بإيدنا. خلينا بداية ناخذ التيبل هاي مشان نعرف القيم. هاي هيك. هون. هاي يا جماعة وصلنا لآخر قيمة هاي. اللي هي طبعا القيمة اللي بتستدعى عنا بالمين اللي هي PNW. PNW بمثالنا هذا راح تكون P45، وهاي القيمة اللي بنستدعيها بالمين واللي بالأخير بدنا نحسبها واللي هي راح تمثل لنا الماكسيمم بروفيت. خلينا نحلوا هذا السؤال. إذا أنا اللي هو قيمة P45 يا جماعة بدنا نحسب خيار التيكن إلها وخيار النت تيكن. P45 إيش يعني؟ يعني أنا عند آيتم 4 والوزن المتبقي عندي أو المسموح هو 5. لاحظوا ايتم 4 وزنها 2 اقل من الوزن الكلي، اذا بقدر خيار التيكن مطروح. شو خيار التيكن بحكي لي؟ قيمة 4 اللي هي 15 في اي اللي هي 15 زائد بي الاي ناقص 1 اللي هي 3 ودبليو اللي هي 5 ناقص دبليو الاربعة، وزن الاربعة اللي هو ايش؟ 2. 5 ناقص 2 3، اذا بي 3 3. طيب 15 زائد بي 3 3، بي 3 3 بكون حسبتها اوريدي اللي هي هيها. شو قيمتها؟ 22.
إذا راح تكون وتساوي 15 زائد 22 وتساوي 37 وتساوي 37 تمام. هذا خيار إيش؟ خيار التيكن. طب خيار النت تيكن إيش بيساوي؟ خيار النت شو بيساوي؟ هيو هذا خيار النت تيكن، هذا خيار النت تيكن. شو بحكي لي؟ بي اي ناقص 1 دبليو، بي 4 5، اذا بي 4 5 شو بدها تساوي؟ الخيار النت تيكن بدها تساوي بي اي ناقص 1 دبليو. طب بي اي ناقص 1 4 ناقص 1 3، والدبليو ما زالت كما هي لم تتغير عشان ما اخذنا الايتم اللي هو 4، اذا بي 3 5. طب بي 3 5 بكون حسبتها اوريدي، ايش بتساوي؟ بتساوي 32، اذا وتساوي 32. طب مين يا جماعه الاكبر، 37 ولا 32؟ لا، ال 37 هو الاكبر، اذا مشان هيك حطينا هون قيمه 37. طب وين السهم بده يروح؟ قلنا السهم بيروح ل السب بروبلم اللي انا استدعيتها اللي هي بي 3 3. فاذا لاحظوا السهم وين بده يروح؟ على بي 3 3. فبالتالي هيك بكون انا حليت السؤال. كيف حليت السؤال؟ انا اذا سالتك ايش الماكسيمم بروفيت، انا معطيك هاي التيبل، ايش الماكسيمم بروفيت؟ بدك تروح على القيمه الاخيره هاي اللي حسبت، وبالتالي راح تحكي لي انه الماكسيمم بروفيت هي 37. طب اذا حكيت لك ايش الايتيمز اللي بدنا ناخذهم مشان نحقق هذا الماكسيمم بروفيت، برضه ساعتها بتبدا من هذا، تبدا من هاي السب بروبلم وبتشوف كيف حسبت. بدك تلحق الاسهم اذا الاسهم موجوده، واذا مش موجوده بدك تشوف كيف هاي القيمه حسبت، وبالتالي راح تميز انت ايش اعتمدت على اي سب بروبلم، وهل كانت خيار التيكن ولا النت تيكن هو اللي اخذ او اللي عمل به يعني. فلاحظوا هون يا جماعه، نبلش بهذا السل بهاي السب بروبلم اللي هي بتمثل ايتم 4. هل اخذ ايتم 4 ولا لا؟ بما انه السهم طالع دايجونال اذا الخيار تيكن، اذا اخذ، اذا باجي بحط ايتم 4 انه اخذ. بلحق السهم، وصلنا عند هاي السب بروبلم اللي هي عند ايتم 3. طب هل ايتم 3 هون اخذ؟ بتطلع على السهم، لاحظوا السهم طالع فيرتيكال، لما يكون فيرتيكال بالتالي بيكون هذا خيار النت تيكن، اذا لاحظوا ايتم 3 لم يؤخذ. بلحق السهم، وصلت عند هاي السل، هاي السب بروبلم اللي هي عند ايتم 2. طب هل ايتم 2 اخذ؟ لاحظوا السهم طالع من هون دياجونال، فبالتالي ايتم 2 شو بده يكون؟ اخذ، اذا زائد اي 2، زائد اي 2، ايتم 2 اخذ. بلحق السهم بنفس الطريقه، وصلت لهاي السب بروبلم اللي هي عند ايتم 1. طب هل ايتم 1 اخذ ولا لا؟ لاحظوا السهم طالع منه بشكل دياجونال، وبالتالي هذا الايتم بيكون ماله؟ بيكون برضه اخذ، اذا زائد ايتم 1. هيك بحدد مين الايتمز اللي اخذناهم اللي هم 4 و 2 و 1. بدي اتحقق من حلي، باجي بجمع اوزان الايتمز اللي اخذت، المفروض انها ايش؟ ما تتجاوز الوزن الكلي للنفسات اللي موجوده عندي. لاحظوا ايتم 4 و 2 و 1، هاي 4 و 2 و 1 اوزانهم 2 و 1 و 2 اللي هم 5، اذا مجموع اوزانهم بيساوي 5، وبالتالي انا حلي صحيح. برضو بنفس الطريقة بقدر أتأكد أني أجمع قيم هذول الايتمز، قيمهم هي 12 و10 و15، 22 و15، 37، وهو الجواب اللي طلع عنا. وبالتالي هيك بنكون حلينا هذا السؤال وعرفنا الايتمز اللي لازم نأخذها مشان نحقق الماكسيمم بروفيت. هيك يا جماعة بنكون انتهينا من موضوع الزيرو 1 نابساك، فهمنا شو الفرق بين حل الدايناميك بروجرامينج وبين حل جريدي الجوريزمز، شفنا انه الكومبلكسيتي هون اللي حل اللي طلعت معنا باستخدام الدايناميك بروجرامينج هي ان دبليو كوادراتيك، افضل بكثير من الاكسبوننشال اللي طلع معنا بالريكيرجن. وهيك بنكون انتهينا من مشكلة ال نابساك، وإن شاء الله المحاضرة القادمة راح نبدأ بمشكلة جديدة
اللي هي الاكتيفيتي سيلكشن بروبلم، ويعطيكم الف عافيه.